انت فرحان ها؟ فرحان؟ قول بالمرة بيقتلوك سلام، غني وارزح. لا تكبر الموضوع يا سلام، لا تكبر الموضوع. هذه الجلسات عادة تعطى اللي ما عندهم استقرار نفسي، عندهم اضطرابات، يعني بتخليك طبيعي. يا جماعة أنا طبيعي، طبيعي ها؟ شوفوني طبيعي، شوفوني كله ولا عندي أتكهرب. دكتور راشد أياني وأيام تسمع كلامه، هذا ترى طفل يتصرف تصرفات أطفال، أبغاك تهزه تشحنه. هارب؟ تراك تدور شر؟ وأنت جالس تدور بلد. يا جماعة الخير صلوا على النبي، اهدوا الله يهديكم. اللهم صل وسلم عليك. أنا عندي حل وسط، إذا تكررت الحالة عنده مرة ثانية كهربوا، وإذا صار طبيعي وما صار عنده شيء نعتبر الحالة منتهية. أسميك إنك جبتها يا أبو طقم. أسميه اللي اسمه نافع نقذك، ولا كانوا بينفضوك ويهزوك يا سلام. هي على بالهم هاتف نقال أنا. لا لا لا، أنت بعدك سلام؟ ما أدري عنهم، أنا سلام على آخر عمري أنهز، أنا طول عمري ثابت، الكل يتكلم عني من الشرق والغرب، رجال معروف، أقوم أتكهرب على آخر زماني. الله يهديك، بس لو انت موافق بدل تجيك ذيك الحالة. الحالة انت بعد، انت الحين صدقتي؟ صدقت؟ ايش يعني؟ هذا ابوي كله مقلب سويته علشان اجنن بحارب. كيف؟ مقلب؟
ما تجوز عن سوالفك. إذا ما كنت غلطان فهذا أعتقد لعبة من ألاعيبه. ولا إيش معنى يعني يخفض الجلسات الكهربائية ليش؟ أكيد خاف يتكهرب. نفسي أشوفه متكهرب ينتفض مهتز، لكن مع الأسف فال منها. يبغى يمثل علي علشان يهلكني وهلكني. زين أنا أسألك، ليش هو يتصرف كذاك؟ يبغى يتقاضى عن الضربة اللي جات في راسه عند الباب، لكن ما عليش منه. الأيام بيننا وبتشوف. المهم الحين أنتوا لازم تتفقوا عشان المفاجأة اللي قال عنها المحامي نافع. هذا المحامي نافع بعد هلكني ومعذبني، ما أعرف إيش مخبي بالضبط. يا ريت يا ريت لو أعرف، يا ريت. زين لو سألت؟ ما يحتاج أسأله، بكرة بعرف. تسمع كلامي يا سلامي؟ يلا على هذه الكلمة يلا. أنا ما أمزح. أعرف أعرف يا هنوتي والله عارف. زين تسمع كلامي بالأول. هاتي. أنا من رأيي نكف بلانا عن بلاهم ومن بكرة نترخص. ما بيخلونا هناك، سر مخلينهم مصرين على وجودنا معاهم. وأكيد المفتاح عند المحامي. يلا المفتاح عند المحامي ولا حتى الباب كله، أنا ما يهمني. أخ يلا. شوف أنت، أنا كلمة ونام عني. صباح الخير يا عقيلة، تأخرت كثير يا بنتي، انتظرونا الجماعة هناك. يلا نتوكل. يلا توكلنا. يلا سلام. انت اكيد عارف المفاجأة اللي عند نافع. لا والله ما هو. بعدين انت ليش متواكل كذا؟ مالك؟ ايش فيك؟ يعني تريد تفهمني انك انت ما تريد تعرف مثلي؟ مثلك؟ لا حشا. يا بني ادم، مفاجأة تخص وصية عمنا عيد العسم، انت ليش ما تريد تفهم؟ يعني لو سالفة الوصية كان انت ما صرت اني اضل معك في البيت. واحنا في ايش ولا في ايش؟ الله يهديك، احنا في ايش ولا في ايش؟ يا ريتني اعرف، يا ريتني اعرف. هليق جلس، من يوصل بوزاهر بتعرف كل شيء. شفت كيف عم عيد العسم يحبني؟ اشترط وجودي عشان يفتح الوصيه. اسميك انك تحبني يا عم عيد، الله يرحمك الله يرحمك. اي لكن انت ما كنت راعي مثل ما كنت انا راعي. زين تراك انت ما راعيت عشان سواد عيون الكحيله، عشان فلوس الضليله. راعيت فلوس الضليل. اي فلوس هذه بتكلم عنها؟ انت كانك ما تعرف عمك. عمك هذا كان شحيح، البيسه ما تطلع منه الا بطلوع روح. يا فلوس وفلوس، اي فلوس؟ سبحان الله، هذا بدل ما تترحم له. اسميك يا بني ادم، هذا كذاك باغي تورثه وهذه حالتك. عين الله لما مخلف شيء، ايش بتقول عنه كذا؟ لا اله الا الله محمد. شوف سلام، شوف شوف ما لك حلف علي. شوف أنا والله لولا شركتي هذه خسرانة كان أنا هذا الوقف الزعيد هذا ما بغيت البر. نعم. على العموم أنا مستعد أتنازل لك عن نصيبي. إيش قلت؟ إيش قلت؟ قلت هذه لعبة من ألاعيبك، لكن ما وقت الحين يا سلام، ما وقته. هذا نافع غاب. Yeah.
مالش عقيلة، الهدوء مطلوب في مثل هذه الأمور. ما أدري، أريد أشوف ردة الفعل في وجوههم. لا تخافي، بيعاملوش معاملة الأب لبنتهم. أتمنى، بس هم ما يعرفوا عني أي شيء. وهذه هي المشكلة الكبيرة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقدرني وأقدر أقنعهم. إن شاء الله. إن شاء الله. يلا. واسمها عقيلة بنت عيد العسم. كيف حالكم يا أولاد العمومة؟ تو انت ايش هذا اللعبة اللي قاس تلعبها يا نافع؟ ها؟ عم عيد ما عنده لا ولد ولا تلد، وطول عمره ما كان متوفق زيجاته. ايش هالكلام هذا؟ أولا أنا ما جالس ألعب مثل ما تقول، ما جالس ألعب. وبعدين متوفق في زيجاته وما توفق في زيجاتها ما مشكلتي، لازم تعرف انها بنت عمكم، يعني بنت عمكم. بعدين يا حرب، ترى الناس اسرار. هذا فيلم، والله العظيم فيلم، فيلم ونهايته حزينه. عقب عمي عيد العسم عنده بنت واحنا ما عندنا خبر؟ كيف؟ قل لي كيف. تم هذا، ما تكلم، قول شيء، تكلم. ايش تبين اقول يا حرب؟ اقول ان انضمت الى عائله العسم شخصيه جديده، ونقولها يا مرحبا بها وحيه وسهله. تو بانت السالفه، هذا ملعوب متفقين عليه انتوا الاثنين. رجاء حارب، لا تغلط، كل كلمه تقولها انت مسؤول عنها. انا جالس اكلمك وانا احمل كل الاثباتات اللي تقول ان عقيله بنت عيد العسم. وبعدين يكون في علمكم، انا اعرف عن السالفه من زمان، بس عمكم عيد كان يريدها تكون من خشة، يعني ما تبين تو. وراسي وراسي وراسي، هذا كلام ما يدخل مخ. لا لازم يدخل مخ وتصدقه بعد، لأن الحقيقة يا حارب، والحقيقة تقول إن هاي الإنسانة بتعبنا عيد. أنت وأنت. أيوة أيوة جاية. لبيك لبيك يا بعلي سلام. نعم، خذي عقيلة بتعبنا داخل معكم. إن شاء الله. حاضر، تعالي تفضلي عقيلة، تعالي بناخذ علومش داخل. تعالي. والد العم سلام. نعم يا بنت عمي. شكرا. تعالي. حارب، نكمل كلامنا؟ كملوا كلامكم أبوي، كملوا كلامكم وقهروني أنا. وعذابي وعذابي. يعني انت ما عارفه ان عندك اولاد عمومه؟ انتوا اللي لازم تعرفوه انه ابوي طلق امي وانا صغيره، بس امي خبرتني عن اولاد عمومتي طبعا، بس هي توفت الله يرحمها. حي الله، يا مرحبا بك يا عقيله، اعتبريني انا مثل امك وسلام مثل ابوك. وانا وحارب مثل امك وابوش. يا سلام، يعني صار لي ابين وامين. أحمدك يا رب. وينك يا خالي؟ مطر علشان تشوف. ما قلتي لنا خالش مطر هنا؟ ليش ما جاء معك؟ خالي هو في البلد شوية مشغول في أشغاله. والعم نافع أنا أعرفه من زمان، كان يجي مع الوالد الله يرحمه. خالش بإيش مشغول؟ أقصد يعني إيش يشتغل خالش؟ هو يشتغل وسيط مالي وإداري. هين يعني في شركة؟ لا، في السوق. ايه في السوق، سوق مسقط. نحن بعد هناك عندنا اسهم. لا لا، اشتغل وسيط مالي واداري، يعني بالمفهوم العام. هي. بالمفهوم العام. هي. دلال. هذه هي السالفه باكملها. بنت عمكم عندكم، اتعاملوها زين وتستقبلوها كان بها، ما عملتوها صح تراني برجعها عند خالها مطر. تو مسألة إنها تجلس معنا في البيت ما قلنا شيء، لكن تعيش معنا على طول؟ ليش؟ إيش هذا الكلام يا حارب؟ هذه من لحمنا ودمنا،
لازم تعيش معنا. وليش لازم؟ احنا بس باغين نعرف ايش هن من ورث ابوها وبس. يا اخي انت ما همنا غير الورث وبس. يا جماعه لا تطولوا السالفه، تراها يا ظلت معاكم شيء، واذا راحت عند خالها مطر شيء ثاني حسب شروط وصيه عمكم عيد. تو ايش دخل شروط الوصيه يا نافع في موضوعنا؟ قل لي الموضوع اساس الوصيه يا حرب. انا ما فاهم شيء وحدي. لا فاهم انت فاهم، وحد قادر يفهم شيء من نطعتك انت؟ اسكت شويه خلينا نفهم. سكتنا ابوي سكتنا، كمل. اذا عاشت عقيله معكم وهذا شرط من شروط الوصيه تكون حصتكم من الورث اكثر. تعيش معنا ونص، ليش ما تعيش؟ معلوم بتغير رايك حارب. كمل ابوي نافع كمل. ليش يكمل؟ احنا موافقين. ليق يا انسان ليق، علامك لابك كذاك. زين 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 زين، كمل 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 كمل. اقول انت قلت انه يعني حصتنا في الميراث بتكون اكبر؟ طبعا، لكن عدم شرط. حول ولا قوه، كل شرط في شرط وشرط. ايش الشروط هذه؟ ترى الوصية فيها شروط، والشرط يقول انكم لازم تعاملوها مثل ابوها، تعاملوها صح لغاية ما تتزوج. انا ابوها وامها. وعليك وعليك، بس فرع صرت امها وابوها؟ انا امها وابوها واخوها وحبوتها وعموتها اذا اقتضى الامر. اي بس يا اخوي حارب، ما بالكلام بالفعل. أرجوك أرجوك يا نافع لا تقول لي في شروط غير هشيمة. لا هو بس شرط واحد، إنكم تحسسوها إنكم مثل أمها، قصدي مثل أبوها، وإنها تعترف إنكم مثل أبوها. عقيلة بنتي بنتي عقيلة وعقيلة عقيلة بنتك. يا الله إيش الحالة هذه؟ أبونا العزيز مستعد يسوي أي شيء عشان الورث. زين، وأنت إيش رأيك بالتطورات الجديدة؟ رأيي واضح، المفاجأة من أساسيات الحروب، والعم نافع قدم مفاجأة كبيرة، ونحن لازم نشوف هذه المفاجأة اللي اسمها عقيلة كيف بتكون وإيش بتقدم. بيجن صاير مثل الظل عقيلة، لو طلبت منا لبن العصفور بيجيب لها. لا ولا لطيفة، انقلب حالها وصارت لطيفة لطيفة معها.
تدلعها وتشتري لها الهدايا، وكل ما تروح مكان تاخذها معها. كل هذا عشان الورث. يلا كل واحد بنيته. على رايك كل واحد ونيته. علامتك ولا شيء علي انا عاد. ليش تفكرين الحين عقيله ما تعرف انهم يجاملوها وعيونهم على فلوسها؟ اكيد تعرف، بس عقيله ذكيه. معقوله هي تعرف انهم يجاملوها وتجاريهم؟ لا، وبعد تعتبرهم مثلهم هو ابوها. وانت في شي ضايقك هالموضوع؟ بصراحه انا تمنيت لو انها تكون قريبه منه وتحس فيه. يمكن تحس هذا الاحساس في يوم من الايام. على فكره تراها عقيله مطبقه مع حارب المثل اللي يقول مال البخيل ياكل العيار. يعني ايش يا حارب؟ يعني صارنا الحين صارفين عليها اكثر من 1000 ريال. مصاريف هذه يا لطيفه، اكسسوارات، ملابس، رحلات، تعبنا والله. وهي حتى كلمه ما قالتها. ايش ناقص يعني نسوي لها؟ ناقص ان شويه نصبر عليها شويه. انزين اصبر عليها شوية. أقول العمارة اللي ورثتيها من أبوش لو يعني حارب. لا لا يا حارب، كله ولاد العمارة. أنا أبوي لولا الشركة والديون اللي عليها كان ما فكر في هذه الأمور. نعم زين، أنا عندي لك رأي. إذا صار بتضرب أكثر من عصفور بحصاة واحدة. إيش الرأي هذا؟ تاخذها تشتغل معاك في الشركة ويمكن تساعدك بشيء بعد ما تعرف وضع الشركة. أوافق. ليش ما أوافق؟ أنا أصلاً عندي شهادات في المحاسبة وعندي شهادات في إدارة الأعمال وما شابه. أنا أصلاً جاية وحاطة في بالي أني أنا أفتح مكتب محاسبة، لكن ما فيها شيء أني أنا أبدأ في شركتك. اسميش ريحتيني بهذا الكلام الجميل يا عقيلة. تراك انت مثل ابوها. لا حارب، ها ايش رايك يا رشيد؟ نسخة مكررة من الموجود. عفوا ما فهمت قصدك. شوفي على المرآة وبتعرفي. لا تاخذي على خاطرك منه، هو طول عمرك ذاك. هو رشيد ايش يشتغل؟ والله يا عقيلة هذا الانسان احنا ما عرفنا ايش يريد بالضبط. هذا درس صحافة واعلام وتخرج، لكن بعدين قلب حاله فوق تحت، تحصلي يتامل النجوم. ما ادري ايش يريد بالضبط. انا اريد اعرف هو ايش اللي صار له بالضبط. عشان وحدة ما عرفت قيمتك تصير كذا يا رشيد. أصير إيش؟ يعني ما تتقبل الناس، ما متقبل أي شيء. ترى هذيك مجرد وحدة. المسألة ما مسألة وحدة، المؤامرة هي السبب. الغش، الخداع، الحرب اللي شنوها علي زملاء وزميلات. أنا الوحيد المهزوم والخسران في ذيك الحرب. وحربك مع نفسك. ليش أحس إنش قريبة مني أكثر من أمي؟ يعني نحن متفقين، أنا مثل أمك وسلام مثل أبوك. إحنا بس نريد نطمن عليك. أعطيني الوقت وراح تعرفي في أشياء راح تتغير أكيد بوجودكم معنا. أكيد لو عرف حارب إنك طالبني بروحي هني كان بيقول إننا ناويين نسوي شيء من وراء. علشان كذي أنا بغيت إننا نتقابل في مكان عام بعيد عن مكتبي. خير يا أبو زاهر،
حقيقة يا أخ سلام في أمور كثيرة لازم تتعرفها بروحك. خير إيش هناك؟ باين على الموضوع جد؟ خير؟ عقيلة بنت العم؟ مالها؟ أمانة يا سلام، وأنت المسؤول عنها. كيف يعني؟ ما أنت اللي قلت إن هي اللي تختار أبوها؟ إيش اللي تغير؟ هذا رأي العقل اللي شفته مناسب. يا أبو زاهر لا تلف براسي، فهمني إيش السالفة. يا سلام، لازم تعرف إنك أنت الوصل الوحيد على أموال عقيلة، وهي ما تقدر تتصرف في أموالها إلا بإذنك. وأنت ليش قلت إن هي؟ أتخيل لو حارب عرف إنك أنت الوصل، كيف بيكون موقفه؟ تخيل هذا الكلام. يا أبو زهر، أنا ما أريد أكون وصي لا على عقيلة ولا على غيره. أنا عارف إنك أنت ما تريد تتحمل المسؤولية، عشان كذي أنا بغيت أتأكد بس من الأمر، وتأكدت أكثر ليش عمك عيد خلاك أنت الوصي. يا سلام، وصية الميت لازم تتنفذ.